والبداية مع انطلاق فعاليات الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي الدولي للمنمنمات والزخرفة. أمس يعني انطلق أمس بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة، وهذا بمشاركة 26 دولة من مختلف أنحاء العالم. عادل الغضبان حضر الافتتاح وعاد بالتالي. نعم مشاهدينا، انطلاق فعاليات الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي الدولي للمنمنمات والزخرفة بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة، هذا وسط مشاركة 26 دولة من مختلف أنحاء العالم العربية وأجنبية أيضا. نعم إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، تتواصل فعاليات الأسبوع الثقافي لمدينة الجزائر بميلون الإيطالية في يومها الثالث، حيث تم إبرام اتفاقية بين البلدين في تكوين أكثر من 30 شاب جزائري من أجل ترميم المعالم التاريخية التي تزخر بها العاصمة على غرار حي القصبة العتيق ومسجد كاتشاوا وقصر الداي وغيرها من المعالم الأثرية التي ما زالت شاهدة على تاريخ لؤلؤة المتوسط إيكوزيوم. مبعوثة تلفزيون النهار إلى ميلون ليلى داود بعثت بالتالي. هذه الشراكة بين المدينتين تسعى كذلك إلى مجالات متخصصة جدا ودقيقة بخصوص التراث الثقافي وترميم كذلك المدينة القديمة أو الأحياء القديمة أو العمران عموما، وأعتقد أن التكوين هو المجال المهم في هذا التعاون أو هذه الشراكة لتبادل التجارب ولكذلك تكوين الشباب في بعض التخصصات الدقيقة في مجالات ترميم التراث الثقافي وإعادة التأهيل للعمران القديم في ولاية الجزائر. نعود بكم مشاهدينا الكرام إلى الموضوع، موضوع نعم الطبعة التاسعة لمهرجان الثقافي للمنمنمات والزخرفة بقصر الثقافة مفدي زكريا وسط حضور ومشاركة 26 دولة عربية وأيضا أجنبية في سياق تقرير عادل الغضبان. هي لوحات تنوعت بين الخط العربي والمنمنمات والزخرفة، أبدع فيها فنانون جاءوا من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة في المهرجان الدولي الذي يحتضنه قصر الثقافة مفدي زكريا. فتم التحضيرات بعرض اللوحات المشارك بها من فنانين من 26 دولة تشارك في هذه الدورة ل 2016. طبعا المهرجان سيكون هناك برنامج موازي للمهرجان في محاضرات وورشات تطبيقية في مجال الزخرفة والخط العربي والمنمنمات. الجزائر تحتضن دائما كل عام الملتقى بطريقة جميلة جدا وتقرب الشعوب العربية من بعضها عن طريق ملتقى ثقافي دولي مثل هذا الملتقى الكبير. المشاركة في هذا المهرجان يمثل لي شيء يعني هو مهم جدا لأي خطاط سواء كان مبتدئ أو متقدم. لم يقتصر المهرجان على عرض مجموعة من الأعمال الفنية، بل كان فرصة لسفير تركيا من أجل تكريم نخبة من الخطاطين الجزائريين الفائزين في مسابقة أرسيكا الدولية لفن الخط التي عرفت مشاركة حوالي 1000 خطاط من مختلف الدول. À l'occasion de cette exposition qui est en train de se réaliser ici en Alger, le directeur général de ce centre est venu visiter l'Alger et à cette occasion, il vient de présenter avec Monsieur le ministre de la Culture les prix aux artistes algériens qui ont gagné pendant cette exposition en Turquie. أنا فخور جدا أني مثلت الجزائر أحسن تمثيل والحمد لله. وفقنا الله عز وجل وتوجنا وحصلنا على أتت تركيا إلى الجزائر وكرمتنا هنا بين إخواننا وأخواتنا في الجزائر. التظاهرة هي فرصة لتبادل الخبرات الفنية من أجل الحفاظ على هذا الفن العريق الذي يعكس حضارات متنوعة، كما هو فرصة للجزائريين للتعرف على هذا القالب الفني.
إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، حيث يواصل عميد أغنية المألوف الحاج محمد الطاهر الفرقاني علاجه في مستشفى متخصص بالعاصمة الفرنسية باريس، وهو الذي تنقل للعلاج فيه قبل أكثر من شهرين. الحاج محمد الطاهر الفرقاني عانى من مشاكل صحية مؤخرا أقعدته واستلزمت نقله للعلاج في الخارج، وحسب مقربيه فإن عميد أغنية المألوف كشف لأبنائه أنه يستعجل عودته لأرض الوطن. ولمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام حول الحالة الصحية لعميد أغنية المألوف الحاج محمد طاهر الفرقاني، نربط الاتصال مباشرة من باريس بابن عميد أغنية المألوف السيد والفنان سليم فرقاني. أهلا بك سيدي، صباحك سعيد. أهلا، نعم أهلا بك سيد سليم فرقاني، أهلا بك، صباحك سعيد سيدي. نتمنى ان شاء الله كما قال الفرصه سعيده لكم. نعم شفاء. نعم لي رداءة الصوت فقط، سنعيد الاتصال بسيد سليم فرقاني وهو ابن، نعم ابن الحاج محمد طاهر الفرقاني الذي يعالج حاليا في فرنسا. نعم اهلا بك سليم. مرحبا. اهلا وسهلا سليم. لو نطمئن اليوم الجمهور الجزائري وعشاق محمد طاهر الفرقاني عميد أغنية المألوف الأصيلة الجزائرية حول حالته الصحية وهو يعالج الآن في فرنسا. نعم نعم يا اخويا، نقول لك كما قالها الإنسان، هو فيه فنان ملك لكل جمهور وكل الشعب الجزائري. نعم. هو فرحان بكم وكل الناس اللي يتحيروا عليه والناس اللي يسقسوا على صحته. نعم. البارح كان عنده السيد سفير الجزائر في فرنسا في عمارة من جمعة. جميل. وجاب له باقة زهور من عند الرئيس الجمهورية في عبد العزيز بوتفليقة، مشكورا بهذا العمل الجيد لتقدير الفنان الجزائري بصفة عامة وبصفة خاصة للوالد. احنا نتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل، باسكو بربي ان شاء الله بحول الله يكون في اكتوبر، يكون ان شاء الله بخير ان شاء الله، ويكون ان شاء الله الشفاء العاجل لكل مرضى ان شاء الله. ان شاء الله سليم، فقط اذا كان الوالد بقربك، انت بقرب الوالد الان؟ بقربي. نعم نعم، اذا في مجال يعني نتحدث معه ونطمئن الجمهور الجزائري بصوته. بقربي دوك نفوت لكم. نعم على التلفزيون تاع النهار اخي. النهار. نعم النهار. اي مرحبا بكم خويا، راهو معكم الحاج. شكرا. باش يقول لكم بلي راني بخير. الحاج 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 صباحك سعيد، ونتمنى لك صباح النور، ينوركم رشيد. الله يسترك. احنا الان نريد ان نطمئن الجمهور الجزائري وعشاق اغنيه المألوف وخاصه عشاق الحاج محمد طه الفرقاني بحالته الصحيه. والله لاباس، راني في غيث ما يكون. نعم وان شاء الله احب ربي في هذا الشهر هذا نخرج ان شاء الله. ان شاء الله بربي ان شاء الله. عايشك الله يبارك فيك. يعني دوكا قريب 3 شهور وانا نعم. في السبيطار هذا. نعم ربما سيدي. نعم نعم ربما سيدي. نعم ربما كلمة للجمهور الجزائري اللي راهو الان يعني متحير على حالتك الصحية. واش نقول لك؟ قال لكم الحاج. نعم ربي يستر الجزائر وربي يحفظ الشعب الجزائري العزيز ان شاء الله. نعم ونحن نتمنى لك الشفاء العاجل والعودة يعني بأسرع وقت لأرض الوطن. نقول لك حاجة أخرى اسمح لي. نعم تفضل. سيد الرئيس الثاني سلمي عليه أخويا وسلولي عليه وقول له قال لك الحاجة ربي يطولنا في حياتك. إن شاء الله. يعيش في بارك فيك خويا. شكرا جزيلا لك سيدي، ونحن نتمنى لك الشفاء العاجل. لك شكر خويا، يعيش في بارك فيك. أنا قبلك يا سليم. شكرا.
مشكورين، بارك الله فيكم سيدي. هذا واجب سليم فرقاني، احنا نتمنى الشفاء العاجل للوالد. ربي يعيشك، بارك الله فيكم سيدي. نعم، وكل تقدير لينا احنا والتلفزيون الجزائريه بصفه عامه والتلفزيون نهار. شكرا اخس، شكرا 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 جزيلا لك. ربي يسرك، بارك الله فيكم سيدي، في امان الله، مشكورين. شكرا. اذا بهذا، نعم، اذا بهذا مشاهدينا الكرام نطوي اوراقنا الثقافيه. شكرا جزيلا لكم على المتابعه، يومكم سعيد.